شهدت مباراة الإسماعيلي والمقاولين العرب في الدقائق الأخيرة لمسة يد على مدافع المقاولين العرب أحمد عبد العزيز داخل منطقة جزاء المقاولين العرب إثر تمريرة من عبد الرحمن مجدي داخل المنطقة. وطالب لاعبو الإسماعيلي والجهاز الفني الحكم أمين عمر بمراجعة اللقطة من خلال تقنية الفار، ولكن محاولات الجهاز الفني واللاعبين باءت بالفشل أمام تعنت الحكم أمين عمر ولم يرجع إلى الفار، ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء واحتسب اللعبة ركلة ركنية بعد سماع رأي الفار دون الذهاب إلى الشاشة لرؤيتها. وبهذا يخسر الإسماعيلي نقطتين ثمينتين ويتعادل مع المقاولين العرب في المباراة ليظل في المركز السادس عشر دون تقدم، ولم يخرج من مثلث الهبوط بسبب عدم احتساب الحكم ركلة جزاء للدراويش.